عم ووان في كويتنا، جمع اخوان في بيتنا. نعم ووان في كويتنا، كويتنا جمع اخوان في بيتنا. هذه الكويت ام. اليوم عندنا مؤتمر صحفي حق بطولة ووان 18. مثل ما عودناكم انه ووان لازم يجيب لكم التوب من التوب، يعني البيست ان ذا بيست. واليوم عندنا ابطال اللي عرفناكم عليهم، عندنا بسام، وعندنا الكابتن اسامه، وعندنا الكابتن عبد الله ابو شهري، وعندنا الكابتن احمد البصيري، الكابتن حسام، الكابتن همام. عندنا ثلاث مباريات حق بطوله ووان اللي هي راح تكون بشهر 2، واسم البطوله ووان 18. سامحونا الحين راح نبلش من اليمين، نعرفكم على بسام. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بسام سؤال صغير، انت تلعب على اي وزن؟ انا ميزان 84. حلو. منو ناوي تنافس البطولة هذه ان شاء الله؟ والله ذلك فيش حد رد يلعب الدم. معقولة 84 ما في احد؟ ايه تخيل. زين انت حاب تنافس؟ في كثير ميزان 84، في كثير ميزان 84، بس المشكلة تيجي تقول لهم بسام تلعب بسام يقول لك ما مش عايز يلعب. انزين من حاطه ببالك؟ من شايف انه والله انا ما بقللش من وزن حد ولا بقلل من قدر حد في ميزان 84، كلكم على راسي كلكم اخواني. بس سوري يعني انا مش لاقي حد في ميزان 84 يعني يملى عيني بصراحه لما في كويت. سوري يعني ما فيش غير ممكن كابتن حسام صاحب اقوى ضربه. كابتن حسام معروف وصاحب اقوى ضربه بالمميه. كابتن حسام في تحدي وصل لك، وادري انك قد التحدي وانت رجال كفو ومعروف. شنو ردك؟ هو في مشكلة صغيرة بس انه ال 84 مو وزني، انا لعبت عليه مرتين لانه كان لازم العب عليه. لانه ما كان في البطولات اللي فاتت وزن اللي انا بلعب فيه اللي هو وزن 77. 77 انا وزني انا في كل البطولات بطلع الميزان وزني 80. حلو. فكنت العب ال 84 غصبا عني. فانا الميزان اللي بكون مرتاح فيه وبلعب فيه اللي هو الميزان الاصلي 77 بالضبط. فبالعكس انا اذا بسام بنزل على وزني او اللي بيحب يلعب معي بنزل على وزني مستعد العب معه. انزين بسام ينزل على 84، انت تنزل على 77. انا هاي وزني اصلا يعني. انزين شو رايكم نقصر هيك؟ نزل هني اربعه وهني ثلاثه، انزين؟ لا 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 في حاجه معينه اسمعني. قول تفضل بسام. دلوقتي انا سمعت ان كابتن حسام اصلا لعب الماتش اللي جاي على 84. كابتن بسام راح يلعب الماتش الجاي على 84. كابتن حسام انت ماتش جاي راح تلعب على اي وزن؟ هو لانه فيش غيره اللي اجاني منه تحدي. من هو؟ على الاكونت ابراهيم النحات. ابراهيم النحات لعب مره في يوم من الايام على الاكونتات عم اخذ فره، فلا لقيته حاطط بوست بس ما حط اسمي، فانا الرجال يعني سيبه، فحكيت معه بقول له انت قصدك حاطط البوست عني؟ قال لي بالعكس انا مستعد وانا بحب العب معك، انت عندك اخر كم لعبه وهيك، فانا كنت العب معه، فحكيت له ماشي. فانا حكيت مع جابر. على وزن؟ اخر مره حكى لي انه وزنه 81 صح؟ فمش عارف اذا زاد او نزل، بس راح يعني اتوقع ينزل لانه هو مو كثير وزن. زين فهذا القلق عندنا يعني. حلو، يعني كابتن حسام انت ما تبي تلعب مع بسام عشان الوزن؟ لا هو بالضبط انا اللي بلعب على 84 مو وزني اصلا، يعني بسام بس يلعب على 84 بيكون زياده على 84، فهو بينزل على 84. حلو. فانا وضع عادي، انا الميزان بتاعي العادي الميزان عادي بتاعي 90. انا بنزل 90 بالضبط. 84 صح بالضبط، هذا بنزل 84 وبرجع ثاني اطلع بعد البطوله. بس المشكله هذا الصح، المشكله ان ما فيش حد يعني انا ليا شرف وانا العب معاك. بالعكس والله شرف لي انا كمان والله. يعني انا شفت اني اشوف مباراه فيها كبير والله انا اكثر والله بالعكس اقوى ضربه في الكويت يعني عايز والله بالعكس الحين اخر كلام. نعم بسام تبي تلعب وياه ولا ما تبي؟ انا حزام ابراهيم نحات هو على هالاساس هو جاي اليوم يعني اخوي ابراهيم يعني، وحتى جابر يعني احنا ماخذين منه بالكلمه. لك العافية. أنت نافس كابتن حسام على أي وزن؟ 81. راح تنزل عن 81 ولا راح تزيد عليه؟ أنزل عن 81. 81، انزين، يعني الحين أنت ما تبي تلعب مع كابتن بسام عشان عندك لاعب ثاني. لا شوف،
عفوا طارق ابراهيم على عين والله من زمان يا طارق ابراهيم مش عنده تاريخه ولاعب ممتاز. بس في ناس يعني ما في مانع العب معاها على 81 وحتى على 84 بس في ناس لا لازم اكون معاها بالشهاد يعني ريستريكت عرفت شلون؟ لانه هو بيكون من كثير نازل. طبعا اللاعبين واللاعبين عارفين لما الواحد يكون من وزن عالي نازل بيكون عنده احسن اول شيء لياقه، اثنين القوه بتكون كبيره على اللي هو اصلا 84 حلو. فهذا الشيء بالفايت ببين. طبعا اذا في حدا من القاعدين عنده راي ثاني عادي يحكي انه اللي بينزل من ميزان عالي على وزن قليل حتى يوم الفايت بيكون زياده عن الميزان العادي، اما اللي هو اصلا 84 ما راح يزيد. فانا رايي انه اذا بحب بينزل معي على الميزان بتاعي بالعكس انا ما عندي اي مشكله. المشكله كنت انت انا اول ما لعبت من اول ما لعبت في الوان صح بلعب ميزان 84 صح ولا طلعت ميزان اعلى ولا نزلت ميزان اقل. فانا هو ده ميزاني هو ده اللي بلعب عليه هو ده الحمد لله اللي ثبت بيه وجودي لغايه دلوقتي لغايه ما وصل ان انا معايا اللقب صح وحمل حزام بطوله يعني صحيح. فالامانه انا عن نفسي قاعد اشوف ان ودي اشوف مباراه بوكسر في الاخ ابراهيم بس انا ودي اشوف مباراه بينك انت وبين بسام لان صدق اثنيناتكم نجوم باللعبه مستواكم وايد حلو. تفضل استاذ معانا كابتن اسامه الصعيدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس نقطة فنية توضيح لكل الناس الموجودين طبعا اكيد انتوا عارفينها. عشان اجي اعمل ماتش قوي او اعمل ميني ايفنت او كومين ايفنت لازم اجمع لاعبين عندهم خبرة. طبعا مع احترامي لابراهيم النحات لاعب بطل له الستوري بتاعه في الام ام اي بس المباراة بين كابتن حسام وكابتن ابراهيم ابدا مش عادلة من وجهة نظري طبعا وفي ناس اكيد موافقين الرأي. لكن لما نرجع كابتن حسام كابتن بسام كابتن حسام راجل بطل وعنده فريق كابتن بسام راجل بطل وخبره وعنده فريق نفس الكلام فبتهيألي المشكله مش في الوزن المشكله مش في اي لاعب يقدر يطلع بوزنه ويقدر ينزل بس المشكله هنا في الخبره. المستوى الفني للعيبه تقريبا متقارب بس المستوى الفني بين كابتن حسام وبين ابراهيم النحات مستوى فني بين لاعب ومدرب. يعني ابراهيم ممكن يلعب عند اي لاعب عند كابتن حسام بس كابتن حسام يلعب معاه صعبه وفيها ظلم لابراهيم النحات. دي وجهه نظري وطبعا تحترم اللاعبين واحد يقدر يأيد واحد يقدر يرفض براحتهم بس النقطه فنيه وكانت لازم تتقال. يعطيك الف عافيه ومشكور على التوضيح الفني. كابتن بسام انت عرضت على كابتن حسام وكابتن حسام قال انه ما يقدر يلعب على وزنك. خل نشوف اخر كلام انت منو تبي تنافس وتخاطر؟ مفيش حد في الكويت انا بقولها قدام الدنيا كلها ورد مفيش حد في الكويت انا ما بقللش من قيمه اي حد انا قلت يا طيب انا ما بقللش من قيمه اي حد بس انا بتكلم على وضع انا وخبراتي انا بس خل التزم بالحوار شويه عشان في سؤال ما يروح علينا. انت عرضت على كابتن حسام، كابتن حسام كابتن كبير ولا خبرته باللعبه هذه، مثل ما ذكر كابتن اسامه ان اللعبه هني تعتمد على الخبره. اخر مره بسالك فيها كابتن حسام، هل انت موافق تنافس بسام او لا؟ المشكله في الوزن. كابتن انا كخبره فنيه انا ما عندي خبره فنيه. 84 انا خبره فنيه ما عندي بس أوكي. كابتن اسامه قال اي لاعب يقدر يلعب بالميزان اللي يبيه. اكيد لا. على 84 مع لاعب عنده خبره انا ما راح العب لاني انا راح اكون بعيد عنه بالوزن اصلا، انا بطلع على الميزان وزن 80 اصلا وانا بتمرن يمكن انا كمان الوزن ينزل عرفت شلون؟ ففي امكانيه اني العب مع واحد على وزن عالي بس مش لاعب عنده الخبره لانه الوزن معي بيفرق. بس كابتن حسام هل انت موافق انك تلعب مع لاعب ما عنده خبره؟ لا مش هذا اللي انا قاعد احكي فيه، ابراهيم النحات شايف انه هو عنده الاستطاعه انه يلعب معي وكمان يغلبني لانه حط بالبوست انه هذا الانسان انا لعبت مره معاه صحيح انا لعبت مره معاه بطوله كيك بوكس وفاز علي عشان اجري متعور. فهو حط بالبوست اني انا حسام فزت عليه لانه متعور بس انا هاي الكلمه بحكيها واتحدى فيها الكل اني راح العب معاه وبرياضته وافوز عليه. هيك حكى بالبوست واذا هيو قاعد فانا بناء على الحكي هذا انا حكيت مع دايركت
بقول له انت الحكي هاد عني واللي كان حسام. معلش انت مزالك كم دلوقتي؟ الحين هلا 80 81 عشان ما اقول. ومع اني هلا انا كثير فاتح وما بتمرن يعني هارد. انت دائما كان بينزلك قبل البطوله قبل ما تكون بتلعب البطوله اللي فاتت كان وزنك فيها اعتقد 88 او لا مستحيل ولا عمره طلع هذا البزار. انا هيك ولا عمره مستحيل والله. انا بتحدى اي حد في الكويت اي حد مزن 84 جاي يفكر يلعب 84 انا موجود وانا حامل اللقب ومفيش ماتش هيطلع 84 الا لازم يكون في الاول. يعطيك العافيه كابتن. بس انا 80 بس من 80 لفوق ما حدش هيلعب 80 كاتش ويت مش كاتش ويت. صح 80 لفوق ل 84 ما حدش هيلعب كاتش ويت. من 80 ل 84 انا موجود اللي عايز يلعب 84 يجي ينافسني. الحين انا سمعت انه راح ينزل وياه ب 81 انت قاعد تقول تلعب من 80 ل 84 يعني ميزان ما فيش حد هيلعب كاتش ويت. ميزان من 77 ما فيش ميزان فوق ال 77 من 77 ل 84 77 ميزان و 84 ميزان. حلو فوق ال 77 ده بيتحسب كاتش ويت ضمن ضمن ال 84. ما فيش حد هيلعب الميزان ده خلاص. ما فيش حد هيلعب اي حد عايز 84 بقى كاتش ويت 81 كاتش ويت 82 ونص وربع. بس شرح فني من كابتن اسامه. كابتن اسامه ممكن تشرح لنا نقطه بسيطه نوضحها لك وللناس. حاله الكاتش ويت بتتعمل في مرحله واحده بس لما اكون عامل او اعلنت اوريدي من شهرين ثلاثه وانا عملت اعلاناته خالص عن ماتش قوي. مثال بوشيري والبصيري وفي واحد فيهم واقف على كيلو او 2 كيلو هنا بنعمل مرحله الكاتش ويت. لكن ما ينفعش اتفق من شهر 10 لشهر 2 واقول انا هلعب 80 كيلو. ما فيش رولز وما فيش قوانين في الام ام اي بتقول الكلام ده. في موازين محدده ومعروفه كل الناس بتلعب فيها 77 84 93 مفتوح 62 66. ما ينفعش من دلوقتي اقول انا والله وزني 81 كيلو هلعب كاتش ويت. جبتوا الكلام ده منين يا جماعه؟ الاوزان معروفه كل واحد يلعب في وزنه. والراجل اللي لعب على حزام او على طايه ال 84 او 77 ايا كان الوزن لازم يدافع عنه. الراجل ده عنده حزام والراجل ده عنده حزام. الراجل ده بيقول انا بطل الوزن والراجل ده بيقول انا بطل الوزن. ده راجل مدرب وراجل بطل وليه تاريخه والراجل ده نفس الكلام. عايزين ماتش فيصل نخلص من الاثنين، واحد فيهم يطلع يقول انا البطل انا الافضل. لكن ما اروحش اجيب لاعب زي لاعب عندي ومران واقول انا هتحداك. مع احترامي لكابتن حسام ابدا مش بقلل منك يا ابراهيم كابتن، بس انت لسه في مسيرتك كلاعب. كابتن حسام راجل ماستر وراجل مدرب، راجل لاعب ديزرت فورس، لاعب ووان، لاعب في اكتر من مكان، لاعب اكتر من لاعب، راجل بيربل بيت جديد. حسام بطل وغني عن التعريف. اي مش ممكن نعرف الشيء هذا يعني مش الله يعني ما جبته هو اللي حط. انا لازم انا هعرف فايت ما ينزلش مني هذا نزال اربعه. بس انا بوضح انا والله ما مش عايز لا مع رسام ولا معاك. بس انا بتكلم في صالح المنظمه. اذا انا هلعب في منظمه محترفه وعايز اطلع فايت الناس تستمتع بيه لازم اوصل للنقطه دي. النقطه الفنيه قبل اهم قبل اي حاجه. يعطيك العافيه يا اسامه مشكور على التوضيح الفني حق الاخوان وان شاء الله الموضوع وصل لكم. الحين ندش على المباراة اللي كل الكويت ناطرينها. مباراة اثنين من اكبر لاعبين الكويت اخوي احمد البصيري واخوي عبد الله ابو شهري. احنا للامانه صار لنا مده كبيره ننطر نفس هذه المباراة تكون بين اثنين كويتيين واثنيناتهم كبار واثنيناتهم عندهم لاعبين واثنيناتهم باللعب عندهم مجال وخبره. اسمح لي عبد الله راح ابلش مع اخوي احمد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه على حضوركم اليوم. كل شيء ابي اقول لكم اياه قبل ما نبدا، الوضع جدا غريب بالنسبه لي. كلنا بالنهايه عرب وكلنا يعني خلينا نقول جنسياتنا واحده لكن تختلف الحدود الموجوده. مو متعود ان انا العب ضد واحد كويتي. اوكي؟ خصوصا اذا كان شخص علاقتي فيه علاقه طيبه وما فيها شيء والشعب عندنا يحب الدراما. عرفتوا؟ اتوقع فاهمين يعني اشوف بالتعليقات دراما وايد وايد دراما، الكل يبي يحاول انه يصف ويا هذا ويصف ويا هذا لدرجه انه قاعد تصير تفرقه. يا جماعه انا قاعد اقول ما الحين الموضوع احترافي بحت. انتم قاعد تشوفون بالنسبه لي يعني على وزن 70 احسن لاعب بالكويت اللي هو عبد الله ابو شهري. وزن 66 هذا الوزن انا دشيته اخر مباراه يا الدلامه بسبه اني يوم شفت مسيرته الاحترافيه ب 70 صعبه قلت لازم انزل. في بعض الامور اللي صارت يمين يسار يمكن يسالنا فيها المذيع بعدين اخونا الكابتن.
بس هالمباراة صارت مو علشان أبي أبو شهري. أوضح لكم شغل، مو موضوع أن أنا أبي أبو شهري. ريال ألعب من سنة 2011 وبطولات داش بالرياضة هذه من سنة 98، يعني من عمر 12 سنة. في هني شباب صغار موجودين، سالفة الدراما الكبيرة مو حلوة. أنا أقدر أمثل دور الشرير ترى، أنا فنان يعرفوني لاعبيني وايد زين في الموضوع، بس راح أكون قدوة سيئة للشباب هذول. راح أقدر أسويها، بس أنا هذه مو شخصيتي. عندي عيالي بالبيت ترى من المتابعين أبو شهري، قاعدين بالبيت يحطون أغاني أبو شهري، ما في شيء بيني وبين الريال، هي سالفة احترافية بحتة. أنا ما أدري شلون بنسوق المباراة إذا أنا ما راح أشعل فتيلة، إذا أبو شهري بيشعلها هذا شيء راجع له. أنا إذا ناس كنت ألعب ضدهم ومو من الكويت ما كان عندي تراشوك على قولت، كنت ألعب ويا سلفستر سابا، كنت ألعب ويا حيدر رشيد، كنت ألعب ويا المغربي محمد رايكي، محمد يحيى من الإمارات، كنت ألعب ويا مازن من السعودية، ولا واحد فيهم سويت له تراشوك. فبالنسبة لي ما راح تلقون مني هال يعني النار هذه، بالنسبة لي النار بتكون داخل الحلبة. فاللي بيشوف الأكشن ما راح يشوفه خلال الأشهر هذه مني أنا. أنا ما راح يكون مني أكشن زايد، راح يكون مني أكشن داخل الحلبة. ولهذا السبب أنا اخترت الكابتن عبد الله أبو شهري إن ألعب وياه، لأنه يستاهل، لأنه شخص بالوقت اللي أنا كنت ألعب فيه برا الكويت أو بالوقت اللي أنا مريح داخل الكويت كان هو شغال وشغال 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 وبناء على ليجاسي. بالنسبة لي أنا ودي أشوف منه أحسن، أنا بشوف شيء هذا. واللي ممارس أي رياضة مو شرط فنون قتالية ودشيت بالتنافس تبي تعرف منه أحسن، أنت ولا اللي قدامك. بالنهاية بتخلص المباراة بقعد منهم الصبح فايز ولا خسران، أنا أحمد وأنتوا أنتوا، ما في شيء تغير. فلا نكبر الشرارة بيني وبين عبد الله. بالنهاية ترى مع كامل احترامي أنا وعبد الله بنلم بعض بعد المباراة، وفي ناس بتطلع بصورة سيئة. فتشعلل ما راح يكون منصوب، يرجع أقول لكم إذا في شيء ثاني عبد الله بيقوله هو حر. بالنهاية هو كابتن وأنا مثل ما قلنا لكم هذه رياضة، يعني ما أقدر أقول إن أنا ما أقدر ألعب مع كويتي، كني أنا أقول إني ما أقدر العربي بلعبها القادسية ناتوب كويتيين. هني عندنا رياضة، الرياضة هي فوز وخسارة، بس من اللي راح يفوز؟ اللي عنده روح رياضية عالية. ما شاء الله تبارك الرحمن الاثنين ما يتخيلون عن بعض، اثنيناتهم عندهم روح وأخلاق رياضية الكل يشهد لها، أخوي أحمد البصيري أو أخوي عبد الله أبو شهري. الحين بس بعد ما سمعنا أخوي أحمد نسمع أخوي عبد الله. عبد الله لك المايك. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الكل يدري اللي هني هو مو موجود، الكل يدري إن أنا في غافل فكرة إني ألعب مع لاعب كويتي، وهالموضوع كلكم عارفينه. وانهيت الموضوع هذا مع أحمد العنزي، وأحمد العنزي أساسا مو كويتي، فهذا الموضوع اللي خلاني ألعب وياه. وايد لاعبين تحدوني، وأي أحد يبي يلعب مين إيفنت يتحداني، ونعم بالقصير قصير من زمان يلعب مين إيفنت. بس أنا كنت رافض فكرة إني ألعب ويا هذول كلهم، لأني لو بلعب وياهم كلهم راح أقعد لي 20 سنة على ما أصفي حسابي وبعدين ألعب مع ناس من برا. وأنا الكابتن أحمد القصيري لما قلت لك قبل سنة بلعب وياك رفض الموضوع. فأنا أساسا عادي رفض الموضوع القصيري مرتين. المرة الثالثة المنظمة طلبته وأنا ما كنت أدري، مو طلبته من وراي لا، لان انا قلت حق المنظمه قالت لي عبد الله تلعب مع منهم؟ قلت له شوف نق اي لاعب، لان لاعب قدامك تلعب مع الاقطار ينسحب. قلت له نق اي لاعب العب وياه ولا تقول لي اسمع عشان بعدين لا يجي لي يقول لي ليش نقيتني انا، وتصير حساسيه بالموضوع. احنا لاعبين الكويت كلنا نعرف بعض، والمفروض احنا نجيب لاعبين من برا وننافسهم. بس في كلام وايد قاعد يطلع، والكلام كلكم عارفينه، انه والله ليش عبد الله ما يلعب ويانا وليش عبد الله ما يلعب ويانا، ولما يواجههم يقولون لا انا اللي العب. فكلمت الكابتن احمد القصيري اول مرتين قلت لكم، قلت له بلعب وياك، قال لي لا ما بلعب. بعدها المنظمه طلبته فصار بيني وبين حديث ان انت صدق تلعب وياك؟ قلت له لا صراحه انا ما قلت بلعب وياك، انا قلت حق المنظمه العب مع اي احد. والقصيري انا طلبته مرتين اوفر، فبس خلاص ما لي ثالثه، انا مو محتاج الثالثه. بس الوضع اللي صار، الفتيله هذه اشتعلت من قبل شهر. انا اي احد يسالني عن كابتن اسامه الصعيدي او كابتن بسام او كابتن البصيري او كابتن حسام غشوح او كابتن همام سعدي، اي احد يسالني شلون من لاعب، اي لاعب دش الكيد انا اسميه بطل،
اي لاعب داش الكيج هذه شجاعه. اللي ما داش الكيج ما يعرف الشعور، بس اللي دخل كيج هو يدري. فاي لاعب دخل كيج اسميه بطل. في لاعب ما سال كابتن احمد الصيب لايف قال ايش رايك بعبد الله ابو شهري؟ قال له لاعب مجتهد. وانا ترى انا قلت لاعب مجتهد بالفيديو، انا لانك انت قلت لاعب مجتهد انا اقول بطل، ونعم فيك انت بطل، بس انا قلتها بيك تحس فيها. لا انت قلت له لاعب مجتهد بس ما ندري اذا هو قوي ولا لا. هالكلمه ما تنقال، وانت توك لسانك قلت عبد الله بطل وهو اللي ماسك وزن 70. فالمفروض ما حد يسالك عني اقل ما فيها ونعم فيه بطل وبس ما اكمل، بس ما اقول لاعب مجتهد بس ما ادري اذا هو قوي ولا لا. هالكلمه ما تنقال. وانا وقتها كنت بمعسكر بتايلاند ودشيت وقلت لكم يا جماعه ببطل اليوم لايف، كنت بتكلم وبقول موضوع اني انا كنت طالبه قبل. ومو بس هو كنت طالبه، طالب لاعبين ثانيين بعد كلهم وقفوا. اللي قال والله يعني اسباب ما بقولها ما بتذكر عشان ما الناس ما تعرفها. فانا كنت من المعسكر بتايلاند كنت بدش وبعلن تحدي. بس طبعا انا قلت لكم انا مو طموح اني العب مع لاعب كويتي حتى لو هو كان مستواي او افضل مني. مو طموحي هذا كلش. انا طبعا ليش اقول لكم مستواي افضل مني؟ عيب اني انا اطلع واقول انا احسن لاعب بالكويت. هذا الكلمه انا طول عمري ما احبها. لو ان شاء الله يخلصون لاعبين الامنيه كلهم انا طول عمري ما احبها. بس كابتن احمد الوصيه كان طول عمره يطلع ويقول انا احسن لاعب بالكويت وانا ما في احد سوى نفس اللي سويته وانا اول كويتي. كل كلمه يقولها يقول انا اول كويتي، والكل عارف هالسالفه، صح ولا لا؟ كل عارفها. انا عمري قلت هالكلمه لما كان يقول ليش ما تلعب مع كويتيين؟ ما اقول والله ما في كويتي يلعب وياي. كنت اقول ما يهون علي العب مع ولدي يبتي. فشنو اللي انتم تشوفون اسلوب احسن عشان ما جرح اللي قدامي؟ الصيد كان يجرحني ويجرح لاعبين الكويت كلهم. فطبعا قلت لكم الكلام الانستغرام واللايف غير والكلام النيسي غير. فانا من صار الموضوع هذا دقيت على اساس اني العب وياه، وكلمت ناس على اساس اني العب وياه. وبعدين صار ظرف الله يرحمه ابو اخوي بدر شعيب توفى، فسهيت على الموضوع هذا قلت خلاص بلاها. ورجعت الكويت، احمد المصيري نزل بوست قال منو تبون لاعب الكويت يلعب وياه؟ طبعا انا ما ادري يمكن هو في ناس ثانيه يستصبون، الناس كلها كتبت عبد الله الشهري. هو كتب انا جاهز. فانا هم احتراما له ما كتبت باكونته، دشيت على لاحظ معروف قلت له بتصل عليه وقول له بلعب وياك. فلما دش كلمه قال يلعب وياك، قال خلي فكر الخميس. قلت له انا مفكر قبل سنتين، انت قول اوكي وانا تم. قال ماشي. ثاني يوم بصير نزل بوست ومن قلت لكم الفتيله متشعله من زمان بس الحين فجر الفتيله. فنزل بوست قال ايش رايكم العب مع لاعبين اللي ياخذون هرمون دشاشين؟ هذا شنو اللي تقصدونه؟ وطبعا بصير قال حق الناس كلها ان انا اخذ هرمون. شنو صار بعدين؟ دشيت انا قلت يا جماعه لا طبعا بعدين رفض الفايت بس بغض الوزن، لو وزني انا اكثر من وزنه. طبعا الكل يقول ان انا وزني اكثر من وزنه، انا بعدين راح افتح الموضوع هذا معكم سالفه الوزن. فلما قال لي بعدين رفض انه يلعب، قمت انا نزلت قلت يا جماعه شرط اي لاعب العب معاه راح افحص هرمون. اي لاعب العب معاه شرط الاول ان انا افحص هرمون عشان هو مو عشاني انا. عشان لا يتحجج بعدين يقول والله هرمون ما هرمون، انا ما ابي اللاعب يتحجج، ابي يدش وهو واثق بكل شيء. فقلت انا شرطي افحص هرمون. فهو قال لي وقبل بصير طول عمره ينزل بوست، كل ما انا افوز بمباراه ينزل بوست يا اللاعبين اللي ياخذون هرمون غشاشين، واللي ياخذون هرمون هم مو قوايا بس الهرمون اللي مقويهم، وهم بس ياخذون تيك داون يطقون جلد امباك. وانا قبلها بيوم انا وياك الموضوع انا وكابتن اسامه. والمشكله ان انا قبلها بيوم فايز بالمباراه نفس الموضوع. فلما دق الكلام قلت له احمد الصيري قلت انت قصدك عني؟ يقول والله العظيم مو عنك. اقول له ابن الحلال انا امس فايز بنفس الموضوع. لا مو عنك انا اقصد ناس ثانيه. زين شو مو عني وانت قلت لي افحص هرمون. فعرفته فتيله مستعله من زمان قلت لكم. وانا وعمي شفتوني غلط على لاعب، انا لاعبين دي انا متعود اصلا كل ما تدش ما يسبوني، متعود على الموضوع على هذه. ايه فعادي اقول يلا يا جماعه ندش الكيد ونصفح حساباتنا. فقلت لكم فتيله انا ما لعمي شعلته وهي مشتعله من زمان، بس يمكن الكلام اللي قاعد يصير هني هذا قدامكم انتم بس الصدق غير في شيء ثاني. سمعنا كلام احمد، سمعنا كلام عبد الله، بس عندي تعليق حق اخوي احمد. اتكلم عن سبع اشياء يعني إيه. ما اقدر ما اتكلم عنها. انا اسالك فيهم بالبدايه اتكلم عن ان انا رفضت، ابي من اللي قال لك اني رفضت؟ انا عادل كلمني قبل كم سنتين قال لي قبل سنتين كلمني قال لي احمد تلعب ضد ابو شهري؟ انا مستغرب قبلها بكم يوم انا قاعد اكلم ابو شهري ما في شيء بيني وبينه، كان اكلم ابو شهري انت بتلعب ضدي؟ كان يقول لي دق علي. دام الموضوع كاش كذي الحمد لله المحادثات كلها موجوده.
كان يقول لي حجي يعرقون عصعص بيني وبينك، انا ما عمري رفضت العب يا ناس من برا الكويت يا عبد الله، ابيك تفهم شيء، انت بطل، انت ما تحتاج ان انا اقول لك انا رفضت. كمل عشان ما اقطع. لا لا عادي بالعكس احسن ان انا اتكلم وانت بعدين لو نخليها تخلص احسن 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 كذي ما راح نخلص. لا لا بنخلص لان كذي ما في امور مهمه يا جماعه. انت راح تعلق على السبب على موضوع عفوا على موضوع الرفض ما راح ارفض اصلا. شنو الشيء اللي بيخليني ارفض؟ مو موضوع الوزن، ما موضوع وزن اللي صار. فكلمت عبد الله اتفقنا انه ما في شيء، انه ما راح تصير مباراه. هالكلام قبل سنتين حزتك كنت بالجامعة. ها؟ انا حزتك كنت بالجامعة وكلمتك. بعدين هم صار مرة ثانية كلام وردينا مرة ثانية. هني بالمكان هذا كان يقول لي ترى جابر قاعد يوز بيني وبينك. لا وانت والله العظيم كنا واقفين هني وقلت. بدري مش عيبك انا وياه اصلا. المهم نزلت تحت كان اكلم عادل، قلت له عادل شو السالفة؟ تقولون انه يبي يلعب وياي وبعدين كان يقول لي عادل امشي الحين فوق وهو قال لي بيلعب وياك. ايه شوفوا يا جماعه الموضوع خالص من زمان، اذا انا قلت قبل ان انا بلعب وياه ما بلعب وياه، انا قايل اللي بلعب وياه من اول يوم. والدليل ان انا من قبل كم سنه يوم صار بودكاست بيني وبين عبد الله الصقعبي هو في شخص ثاني بعد تكلموا عني كلام وانا ما كنت ارد عليهم، يعني الفيديوهات موجوده بالانستغرام الا بكل يعني خلق. ان انا عندي ناس قاعد تتابعني ومو مالت هالسوالف الهواش والمشاكل هذه. ايه انت قلت هرمون. اكيد اقول هرمون عبد الله. يعني انا شو اقول هرمون؟ انا فايز مباراه، انت فايز تنزل هرمون. عبد الله. اقول لك عنك تقول لي لا. عبد الله انت بس قاعد. الحين انا لما اتكلم يا جماعه سواء وقت مباراته ولا غير وقت مباراته. انا موضوع الهرمون دشوا بوستاتي تلقون وايد انا اتكلم عن الهرمون. يعني انا كابتن مو وقت عن كابتن اسامه؟ ليش انا ميلون اتكلم عن كابتن اسامه؟ يعني الفرق بيني وبينه قال انا اتكلم عن اسامه مو صحيح. اسامه قال شو عبد الله قال عن اسامه مو صحيح. كابتن احمد كابتن احمد يا جماعه على موضوع الفحص، موضوع فحص المنشطات شيء ما يزعل. انا لو تجي تقول لي افحص المنشطات ما راح ازعل، يعني وين المشكله؟ اوكي يعني اكيد شو موافق انا اللي انا اللي كلم لجنه المنشطات شو موافق؟ عبد الله وافق وافق على الفحص ما قال لك ما بي. متى قال؟ تو الحين تو الحين. انا طلبت يا جماعه بوست، انا منزل بوست. متى منزل بوست؟ قلت انا منزل بوست يا جماعه. لا جابر والله موجود خلاص. ويوم صارت سالفه جابر دزيت لي مسج، ايش قلت لي؟ قلت لي تلعب ويا عبد الله، قلت لك عندكم مشكله بفحص المنشطات؟ قلت لي ما عندنا مشكله. وافق عبد الله بالضبط. بعدين ما وافق والله ما شايف. انا ما الحين مشكله انا ما اشوف سناب. انزين يعطيك العافيه. بس ارد الحين حق الموضوع اللي بعده، معلش اسف. خلصنا موضوع انه اوافق على المباراه ولا ما اوافق. عبد الله الناس ما قلت لك موضوع الدراما، انا ما راح اسوي موضوع دراما. اذا انا بتكلم عنك من وراك كل اللي قاعد اتكلم عنك قدامهم بيشوفوني مريال محشوم. اذا في احد موجود هني وشاف ان انا تكلمت عن عبد الله خلي يقوم يقول احمد، وانا اعرف ها كنا احد ما اعرفه فجاه يقول احمد، قوم وقول احمد انت متكلم عن عبد الله انه ياخذ هرمون. انزين انا الحين موجود هني احمد ولا فيك. شوف عبد الله اخر نقطه سؤال واحد بعد مبارياتك عبد الله معلش، يعني اذا انت بس قاعد طالع احمد شنو قاعد ينزل، مو بس انا قاعد انزل، في وايد ناس قاعد ينزلون كلام غير اللي انا قاعد اقوله وانا ما قاعد اقوله. انزين احمد كل مباراه تصير يصير في تحتها كلام، صح ولا لا؟ اخوي احمد ما قاطعك بس ابي اعرف ليش انت بعد مباراه عبد الله تكلمت عن موضوع الهرمون؟ انا قاعد اتكلم عن الهرمون مو بس موضوع وقت عبد الله، ترى وقت عبد الله وغير عبد الله، البطوله اللي يلعب فيها عبد الله في ناس ثانيه تاخذ هرمون. انزين انت الحين اول ما قلت ان انا موافق على الموضوع، ترى موضوع الهرمون يا جماعه ما يزعل. اكيد ما يزعل. وايد سهل ان عبد الله يقول احمد يلا خلنا نسولف. بس احمد ما خذته قبل سؤال. وايد سهله يعني. هي الحين انا تكلمت عن هرمون صح؟ عشان اطلع احمد انه هو كذاب اسوي الفحص نفس اليوم. وين المشكله يعني؟ ما في مشكله. ويمكن هو ويمكن هو مو ماخذ هرمون. فانا هني انا اطلع بشكل غلط، لكن السالفه كانت تمشي ولا كنا صار شيء. الهرمون يضرني انا كلاعب نظيف، الهرمون يضرني. فلما اتكلم انا بوقف، عبد المانع العجمي بيكمل، احمد الرفاعي بيكمل، مبارك الكندري بيكمل، هذول بيلعبون ضد ناس ياخذون هرمون وانا مدرب، الاخبار بيكمل. فانا اذا ما طالبت بموضوع منع الهرمون من بيطالب؟ ما حد قاعد يطالب اصلا. انا الوحيد اللي قاعد اطالب بالكويت يا جماعه. والدليل ان انا كلمت دكتوره هناء البطي رئيسه لجنه مكافحه المنشطات بالكويت وقلت لها تفحصين، قالت لي متى نفحص؟ قلت لها اذا ما تدفعوا انا ادفع بالطقاق خنا خسر. المهم على الاقل يلعب الشخص نظيف.
انا ترى ما همني مباريات، عندي مباريات وايد خسرت من عبد الله وبعدين، عندي نادي قالوا لي تبي شراء، عندي نادي، عندي رعايه من فورد، من امريكانا، من الكويتيه، من تنظيم، من كواليتي، فانا ما احتاج المال يا جماعه الشهره. الشهره انا من البدايه ما كانت غايتي اصلا. انا وصلت ام بي سي، كابتن اسامه يدري شنو ام بي سي. تجيب لك شهره برا الكويت، مو بس داخل الكويت. انا للحين اخر مباراه لعبتها ام بي سي سنه 2016، للحين في ناس تعرفني من ام بي سي، انت اللي تلعب ام بي سي قبل؟ مو موضوع شهره عبد الله، الموضوع منو الشخص الاحسن. هذا السبب اللي انا بلعب وياك فيه. اذا انت تبي تسوي شخصيه، انا ما عندي امور شخصيه ويا احد. اذا بتزعل موضوع فصل من الشطات، ما اتوقع انك بتزعل، لانه خلاص الموضوع بيمشي. واقول لكم اياها الحين، حتى لو صار في فحص من الشطات وطلع ماخذ، انا بلعب عشان اثبت وهذا كان موجود. اخر نقطه يقولها عبد الله ان انا ما راح اكون موجود بالمباراه، ولا مره، واذا انا كذاب خلي احد يقول كذاب، ولا مره وقعت عقد وما حضرت مباراتي ويا الدلامة. قبلها بشهر انا بالمستشفى من ظهري، وحضرت ولعبت وخليت المباراه بالطريقه اللي انا ابيها تحت بالارض. كل انسان عنده ثغره، انا عندي ثغرات وهو عنده ثغرات، ما في احد ما عنده ثغره. انا اسف انفعلت يا جماعه، بس ما يصير ينقال كلام مو صحيح. يعطيك العافيه احمد، مشكور. الحين بسالك عبد الله سؤال، انت اخر كذا مباراه انا شفتك فيها قاعد تنزل وانت مصاب، يعني لعبتك مع المصري اللي طافت كان عندك كسر بالضبط. اي ثاني زين عبد الله، انت ليش قاعد تخاطر بنفسك وقاعد تلعب وانت متعور ومصاب وفيك مثلا كسر او مظهرك او ريلك، وانا اشوفك انك قاعد تدش، فانت مو خايف على نفسك؟ شوف الحمد لله، طبعا الكويت كلها تدري ان انا من ثاني مباراه لي حاشني بعيد شرعك والتجاج بالمخ، والدكاتره كلهم قالوا لي انك ما راح تلعب، والحمد لله لعبت وفزت، وليومكم انا قاعد العب. لعبت بعد عبدالله من قبل سنتين. اوكي. والشيء اللي ما يدرون عنه ان انا كان حاشني التجاج ودخلت المباراه وانا مو قاعد حق قاعد، حتى كابتني ما كان يبي المسافه الصعيدي، وطحت بالمستشفى ووقتها يعني انشليت الا وطلعت منها، وفعلا قالوا لي انه ما راح تلعب. وعادل الاوان هم كان فغافل فكره ان انا العب، قلت انا اقول لك واحد العب هني ولا العب برا، انا كذي كذي لاعب. قال لي ما خلاص عندنا ولا والله يقول له شيء ولا هذا بيننا. وعادل كان رافض فكره ان انا العب، وكابتن اسامه صعيدي قال لي اذا ياك بوكسين على وجهك بالمباراه انا راح احذف الفوطه واوقف المباراه. والحمد لله لعبت وفزت. طبعا كل هذا ليش؟ لان انا قوي ولا بطل؟ لا، عادل الانسان طول عمره ضعيف، وانت تدوم بعيد شانك ما يحل يحوشه مرض ما يقدر يحرك صبح حتى. الحمد لله الله موفقني. وثاني شيء دعوة الناس الطيبه اللي قاعد تدعي لي والناس اللي وقفت لي. فاليومكم الحمد لله لعبت انا 5 مباريات. ومباراتي اللي طافت انا هم كنت متعود، الكل لاحظ ان مباراتي طافت الوحيده اللي ما شفت فيها انا. الوحيده اللي ما شفت فيها، ما كنت اقدر اشوف كان حاجتين صابوا بضاعه. والله الحمد لله تعالجت. وصارت السالفه عناد، مو عناد، تحدي، والتحدي حلو. فصار تحدي ان انا راح العب مع اللاعب اللي من مصر، راح العب وياه فوق وراح اطيحه فوق. والكل يدري ان اللاعب مصر هذا عنده حزام مصر. وطبعا لما نسيت الموضوع هذا، طبعا بعد اول ما قلت ان انا بلعب مع اللاعب من مصر، الكل يدري شنو هو اللاعب من مصر. في ناس كتبت كومنتات شنو هذا ياهل هذا، اي لاعب يطق عمره 15 سنة عندي. واحد منهم كابتن احمد وصاي، فقلت لكم في مواضيع وايد ما حد يعملها. لانه تكلم عن الكويت وقال ما في واحد بالكويت يلعب ضدي. لا بس انت تدري انت تدري انا ما اخاف من احد. زين انت ما اخاف من احد سواء بوشيري ولا غير بوشيري. هذا واحد بس كنت تدري انه بيلعب وياي ولا لا؟ يعني انت تدري انه بيلعب وياك؟ احمد 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 لا مو تمثيل. احمد يومين اذا ما حد رد عليه انا راح العب وياه، ونزلت فيديو قلت لكم وتحديتك هم فيه، وكلمك صقعبي قلت لكم اي احد اي كويتي انا مستعد العب وياه، يومين اللي ما يلعب وياه انا بلعب مع المصري. قلت هالكلام ولا ما قلت؟ الاداره مالت وان موجوده، قلنا لهم نلعب عشان يقولون ترى ابو شهري بيلعب وياه. منو بيلعب؟ شو بتلعب انا طالبك وقتها؟ وانت قلت ما وقالوا لي لا طلبتك انت طلبتك مو عني انا طلبتك وقتها عشان عبد المانع يلعب وياه. من عبد المانع؟ هني واحد من لاعبيني عبد المانع يلعب وياك؟ مو وياك انت، ويا هذاك اللاعب المصري ويا المصري رمضان. اي انا يومين خليتكم تردون ما حد فيكم والله رديت. وانت ثاني شيء قلت لي شلون كلمت الاداره يلعب وياك وانت تدري انه بيلعب وياك؟ اي مو شلون؟ انا اقول لك شلون؟ يوم تكلمت كان يكلمني عادل قال لي احمد ترى بتصير المباراه يا ابو شهري ورب الكعبه. بعد يومين وموجود الواتساب حجي انا ما تكلمت بعد
يومين صارت ان البصيري اكثر لاعب ينقص من السيجار والكل عارف الموضوع صح ولا لا؟ وانا واجب يا جماعه لاعبين الكويت الحين صار البصيري 4 سنين يعني احنا لاعبيننا هو يلعب بالسار بس يكون الوقت اللي انا كنت العب في بيدي انت ما كنت موجود ما كنت العب بالضبط عشان كذي انا موجود ما له شغل شوف بصيري قلت لك اذا تبي شخصانيه انا اقلبها انا ما بديت احترم بس انت من مسرح قاعد تقلبها يا جماعه ما راح يصير مثال سيء حق الشباب الصغار انا لكن ما عندي اتهامات شباب المباراه بتصير اخوي احمد وانا بالنسبه لي بعد هالكلام اي شيء تهجمي ما راح اتهجم فيه لان انا عندي عيال وفي ناس قاعد طالع قول لي تقول وتكلم ويوم المباراه اتوقع هو اخر كلام يا معود انت بطيت من السيجار يا شباب شلون بطيت؟ شلون بطيت؟ عبد الله عبد الله خليك بس سامع انا متحيز جدا لا والله ما يصير لا 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 انا ما يصير انا بس عايز اقول لكم لازم يكون في ثقافه التحدي ما بينكم انتوا الاثنين انا مش قاعد اعارك او قاعد ذهب الحين احنا الاثنين مع بعض انا قاعد اتكلم عن نقط ضعف ونقط قوه بين اللاعبين ما ينفعش اعمل اللي انا بعمله ده في مؤتمر زي كده لازم نكون عندنا شويه احترافيه في الموضوع نعم؟ انا قلت اللي صار ولا شنو اللي عملته انا قلت اللي صار بتكلم عليكم انتوا الاثنين كابتن مش عليك انت لوحدك لحظه انت تدون شو صارت المباراه وعندي المسجد راح احطه اليوم تبون احطه دشيت على صيري قلت له طيب صيري بطل شغل السقام وهالسوالف زين انا ريال شغل السقام وهذا انا ما احبه تبي تلعب قول لي هني تلعب لا تنقز من السقام ادش عليك وتقول لي لا لازم الساعه 2 الفجر عبد الله زين شو نمت يعني نمت قاعد 7 الصبح الا جابر داخلي قلت له اوكي زين معلش انت قلت لي اوكي صح انت قلت لي اوكي هذا الكلام اللي قلته اي اوكي يعني انا اللي قايل لك بطل شغل السقام وهالسوالف وتبي تلعب كلمني هني لانك انت قبلها قايل ان في واحد قاعد ينقز علي في واحد كيف فدا زيت يعني انا الكلام نزلته يا جماعه شرط العب العب وياه العب افحص المون نقزتك شنو؟ انا قلت حق ياري يعني انا معطيك حظ قلت في واحد قاعد يتكلم عن موضوع المباريات وفعلا عن المباريات اسمي يعني نفس اللاعبين يكتبون كلهم بعدين تكتبون تدشون تشوفون الاكونت يا جماعه بتشوفون ان هل انا مستاجر 60 واحد؟ مو مستاجر احد أما الناس كتبت ابو شهري عبد الله سواء رضيت ولا ما رضيت انت احسن لاعب بالكويت وزن 70 يوم انا جيت وتكلمت قالوا العب وياه كلمني عبد الله صق عبي عفوا ليش لا اذا ترى ليش ما قلتها باللايف ليش ما قلتها باللايف ليش قلت ما ندري شنو مستوى لا لا هو لاعب مجتهد انت سمعت عفوا انت شفته ولا اي شفته اوكي ممتاز اللي قلت انه لاعب مجتهد ما اقدر انسلبه ما اقدر انسلبه هو اعظم لاعب امامي بالتاريخ فشبهته باندرسن سيلفا قلت اندرسن سيلفا ما عرف له مستواه القوي الا يوم لعبوا يا تشيل سنن وقاعد يا 4.5 فاز عليه. الحين قاعد امدحه ولا؟ لا شو قلت اندرسن سيلفا لا انت عشان عبد الله لازم تشوف واحد قبل لا 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 انت شوف المباراه تمت فيها الجوله الثالثه ودم وصار شيء ما صار لا انا زين لانك زين لكن وفوق كل ليش ما تقول انا زين ليش ما تقول انا زين تضيع نقاط؟ تايسون كان عنده 7 فوز 7 نقاط بالجوله الاولى او الثانيه او الثالثه ليش ما تقول عبد الله زين؟ ليش تقول ما شفنا مستواه؟ هذا الكلام اللي قلت انا قلت لك انت لاعب اكثر لاعب تنقص بالدنيا والكل يدري بالموضوع هذا صح ولا لا؟ حتى انا وقتها شنو قلت؟ جيت انا اقول حق ولدي مشعل قلت لكم احنا نلعب بالكيج وهم شنو؟ بال الانستغرام يوم والكيج لنا وقلت هالكلمه ليش قلتها؟ لان انا اضغط على الانستغرام انت اللي دش الانستغرام انا ولا عمري دشيت الانستغرام وسولف انت اللي كل ما طلع شيء دشيت ونقزت عبد الله خلينا نغير الموضوع الحين اخوي احمد احنا ساعة سالنا سؤال حق عبد الله انت ليش تلعب وانت متعود الحين السؤال هذا راح اسالك اياه انت نزلت المباراه الاخيره حق الوان هم انت توك طالع من المستشفى شنو كان طموحك وانت توك طالع يعني ما جهزت حتى فتره قصيره اتوقع اقل من شهر اي لان انا تربيت على الفنون القتاليه من عمري 12 سنه وانا متربي في الفنون القتاليه فعندي اللعب فوز وخساره شنو ما كان الوضع بتفوز وبتخسر انت بتدش تجهز دشيت فزت ممتاز ترى فزت ولا خسرت بطلع ثاني يوم نفس ما انا فعشان كذي ادش المباراه حتى لو كنت انا مصاب حتى لو انا كنت متعور لان الكومبتيشن هذا موجود وهذا شيء على قولتهم يعني انا متى بوقف وانا قلتها دائما متى بوقف متى ما شفت لاعبيني بالنادي والناس اللي احسن مني بالنادي انا ماني قادر اقايش وياهم
هني انا بوقف. لكن اذا انا مثلا خسرت من عبد الله حسابات موقف ترى بكمل. الفرق بيني وبين اللي لعبوا ضد عبد الله كلهم مستهينين فيه. كل اللي لعبوا يا عبد الله كان يضحك ومستهين فيه ويحاول انه هو عادي انا بلعب ضد عبد الله بشهري. لا عبد الله بشهري قوي ومجتهد. لما اقول مجتهد انا عيالي يقول لهم مجتهد. يقول لي انا ذكي ولدي اقول انا انت مو ذكي انت مجتهد. ترى مجتهد انا بالنسبه لي مدح. انا عندي كلمه مجتهد مدح. مو قاعد اذمك لما اقول مجتهد. مجتهد مع بطل مو مجتهد وما ندري اذا هو عبد الله. عبد الله تحتاج اقول لك بطل ولا لا؟ انت ما تعرف. اعطي مجالي عبد الله اعطي مجالي. احمد سؤال صغير. انت الحين قاعد تقول ان عبد الله بطل. انت شنو شايف ميزات عبد الله في لعبه الام ام اي؟ وين قاعد تشوف عبد الله قوي فيه؟ حسب خبرتك انت ونظرتك. لا ما تقول خطه. انا بيك تشوف نظرتك كلاعب او كمدرب. والله ما شاء الله عبد الله عنده وايد امور تخليه قوي. يعني من ناحيه هو يعرف شلون يتكلم ويعرف شلون يكسب يعني المباراه برا الحلبه وداخل الحلبه. نبي على الستيج. بالضبط. وداخل الستيج طبعا هو شخص ما شاء الله مراكمته وايد زينه ويلعب جوتسو ولكن ما شفنا الجوتسو ماله. يعني حتى بالفيديوهات ما ينزل جوتسو. دائما الاشياء اللي نزلها تكون سترايكنج. فمبين انه عنده جوتسو ولكن مو قاعد يطالع في ناس. الرسلينج طبعا هو متدرب عند مدرب وايد زين بالرسلينج حاليا هو كابتن اسامه. فالريال متكامل. قاعد اقول لكم هذه المباراه تحدي لي انا. المباراه مو تحدي عشان عبد الله منو احسن انا ولا عبد الله. حقي انا. انا بشوف هل انا اقدر اعدي المستوى هذا ولا لا؟ لما قبل كنت بديزرت فورس كانوا يكلموني احمد ترى في مباراه ضد فلان تلعب ولا لا؟ ما اعرفه. اقول لهم دزوا لي فيديوهاته. ليه ثاني يوم انا قايل لهم اوكي خلينا نلعب. المشكله ان الناس اللي قاعد تلعب ويا عبد الله مجرد ما يفوز عليها عبد الله انتهت. انا ما انتهت حتى لو فاز علي او فز علي. يعني في ناس عندها اذا فازت على عبد الله خلاص انا الحين ببطل لعب. لا ما راح ابطل لعب. الدنيا ماشيه يا جماعه والكومبتيشن موجود. ووان لو مو هو بعد الله كان احنا ما عندنا هالبطولات. فدامنا البطولات موجوده احنا بنكمل. زين اخوي احمد انت الحين تقول انك صار لك من عمرك 12 سنه تمارس لعبه هذه في البنول القتاليه. ابي اسالك سؤال، انت وين شايف نفسك فيه؟ شنو احسن تخصص باللعبه هذه انت مشتهد فيه؟ انا اللي اشوفه يعني بالمباريات اللي فزت فيها ان اذا قدرت اجيب الخصم بالمكان اللي انا ابيه هني المباراه بالنسبه لي تعتبر يعني كم يعني الكفه من صالحي. ولكن تحب البوكسينج على حسب على حسب على حسب اللاعب وين اصيد ثغرته. مثل الدرامه دشيت اياه ما ادري شنو هو ولا ادري شنو بوكسه ولا ادري شنو هو. فيوم لعبت اياه بالمباراه عرفت ان ثغرته هي ثغره التيك داونز فاخذت التيك داونز. سلفستر سابا نفس الشيء يوم لعبت اياه قبل 4 سنين نفس الشيء شفت ان الولد بوكسه. اخوي احمد مشكور ما قصرت. عبد الله سؤال صغير، وين شايف احمد قوي فيه؟ في اي لعبه؟ ولا شيء. لا ايش دعوه؟ خلينا نسمع. عاد اقول لك شيء، انا صار ثلاث ايام قاعد افكر بالسؤال ما لقيت اجابه صدق. ما في اقول لا 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 مو قصدي ما فينا ما لقيت اجابه لك انت ان انت قوي ولا لا. الحمد لله انا الحين وايد تعبان على نفسي وكليبي ملاكمه وجوجيتسو راح اشوف جوجيتسو ان شاء الله بالكيف. ملاكمه وجوجيتسو والحمد لله انا لعبت مع اللاعب اللي من مصر كان هو اساسا سترايكر. وانا خليته عناد وضيعته سراكر والله الحمد. ف والمباريات اللي قبلها جدتسو خلصتهم فالحمد لله. يعني انا العب كل شيء ودائما انا العب كل شيء ما راح اخاف من السهل قدامي. يعني انا مباريات الطافت ادش كلها كابتن اسامه صعيدي. طبعا كابتن اسامه صعيدي من برا الفايت يقول لي تيك داون زين والكل يدري الموضوع لنهايه الفايت زين. ف وهذا صح لانه يدري الحمد لله انا بالمصارعه والجدتسو الحمد لله فضل الله طبعا ثم تعب مدربيني وقلت لكم دعواتكم الحمد لله وايد زين. بس انا كنت جربت نفسي اخر 3 فايتات خذيتها يعني خذيتها بشوف نفسي عشان العب سترايك والحمد لله صارت اغلبها نوك اوت. ف لو انا احس ان الخصم في شيء انا خايف منه وايد انا ما راح احيي المؤتمر انا راح اكون بالنادي الحين قاعد اتمرن. زين فالحمد لله يعطيك العافيه حبيبي. ابي اسالك سؤال ثاني، لو مو احمد القصيري يبي يلعب وياك منو تبي يكون لاعب؟ والله انا صراحه كان في لاعب ايطالي بلعب وياه بس خاف اقول لكم صارت تضحكون ايش مايه. ف بعدها لقيت لاعب برازيلي لاعب بالجوجيتسو فكنت بلعب وياه بس اختلفت وياه بالوزن لان اللاعب اللي ضدي انسحب وكان باقي تقريبا 2 أسابيع البطوله وقال لي ما اقدر العب العب وياك يعني ازيد الوزن فيه. انزين
عبد الله انت الحين بسألك سؤال بس يمكن راح تفهمني غلط بس حاولي ما تفهمني غلط فيه. لا قول لي احمد البصيري شنو تشوفه لك؟ من اي ناحية؟ كلاعب انت الحين داش معاه كمستوى؟ اي شوف انا اقول لك شيء يعني ونعم فيها قلت لكم اي احد يدش الكيج هذا بطل اي لاعب يدش الكيج بطل طبعا انا كابتن احمد البصيري بطل وهذا شيء انا ما انا اقدر اتكلم فيه ولا احد فيكم يقدر يتكلم فيه طبعا واي لاعب دش الكيج حتى لو عنده خساره لاعب مباراه واحده وعنده خساره هذا اسميه بطل ف ولمامي يعني مو نفس الملاكمه اللي جلوفز كبير لا لمامي جلوفز صغير غلطه نكاوت ما فيها الحكم عندك الا العشره لا خلاص نكاوت فالبصيري ما شاء الله عليه يعني شايفين المباريات اللي فازها فالنعم فيه بطل ويشرفني ان انا العب وياه بس كان المفروض نلعب يعني نلعب يستاهلون ليش شرف اني انا العب وياه بس المفروض كان نلعب يعني من قبل سنه مو الحين الموضوع هذا المفروض الحين انا وياك ننافس ناس برا قلت اخيرا في اخيرك الحمد لله لا قلت لكم خيره كل شيء يصير خيره الحمد لله كل شيء لا طلع بعد عندي سياره خيره يعطيكم العافيه الحين بنخلي الاسئله حق الجمهور من عنده سؤال انا ما عندي سؤال انا ابي اوجه رساله كلام عند الكل انا عندي ولد عطى المايك له انا عندي ولد يلعب اي ولد مثل ما قال هذا صاحب الملعب مثل ما قال كابتن احمد كل الموجودين يعني هذول الكره القتاليه بالكويت ولدي راح تاثر فيها. انا اتمنى من كابتن احمد كابتن عبد الله انهم يبلغون الشباب او باسمهم انه يا جماعه كل واحد وده انا واحد من الناس اقولها قدام كابتن احمد البصيري ابي عبد الله يفوز. بس بيني وبين عبد الله اقول له فوز واقول له يمكن ترى احمد البصيري عنده نقص كذا وكذا كذا بس يا جماعه بالانستغرام ما له داعي الواحد يكتب ما يصمل وما ادري شنو وما ادري شنو ما له داعي عيب والله عيب. انت بس قالوا ما يصمل ما سمع ايش قالوا عني. لا خليني اقول ابو يوسف بس ابو فيني عائلتي ابو يوسف ترى اول كلام مع احترام الكل شفته عندك باستغرامك انت مع انا متابع ترى مليون بالمية. فانا القصد شنو يا جماعه بينك وبين صاحبك قول له عبد الله ابو شهري ما يفهم بس يا جماعه بالاستغرام لا حد يكتب. والله عيب والله عيب بالنهايه لازم كلكم توقفون يا بعض عشان مشعل يطلع وعشان عمر شو اسمه عمر يطلع عشان فيصل والكل يا جماعه فالاحترام وخلوا اللعب يا اخي جماعه بالكيت وحتى اللي يفوز يسلم على الثاني السلام عليكم يعطيك العافيه مشكور كلام على المتمم بس بقول شغله كابتن احمد الصيري قال شغله وايد حلوه انتبهتوا لها ولا لا؟ قال بالنهاية نهاية الفايت أي واحد يفوز باللم بعض ترى أنا عبد الله يعني اللي تهاوشوا بالانستغرام راح يظلون متهاوشين على غير بدون سبب صحيح بالنهاية راح يلمون بعض إخوان وما بينهم أي شيء راح يكون اثنينهم إخوان عرب بنقول كلنا عرب بين أي عربي قاعد تصير فايتات بالكيج بالنهاية قاعد يلمون بعض والناس اللي تهاوشوا من شهرين ثلاثة بالانستغرام ظلوا متهاوشين كل واحد وجهه الكبر فنصيحة بطل السوالف ترى ما لها داعي الشباب اخلاق وكلهم على راسي وانا يشرفوني انهم اساسا من الكويت وان الابطال كلهم عندنا بالكويت هذول كلهم شرف لنا الام ام اي ما صارت قويه الا ترى بها الاسامي يا جماعه اسال الله يوفقكم ان شاء الله يعطيك العافيه عندك سؤال ثاني؟ سؤال مو سؤال بس انا بدي اوجه كلمه للاعب ابراهيم النحات انا بدي اوقف له وقفه احترام وتقدير انه يعني اجته الجرأة والشجاعة انه يطلب كابتن كبير قدوة لكل لاعب في الفنون القتالية زي كابتن حسام تشرف. من عنده سؤال ثاني؟ سؤال من عنده سؤال؟ بس عطى المايك لو سمحت. كومس سؤال ما تعرفنا اسمك؟ حسام والنعم حسام تفضل. مع احترام الشاب اللي قام وقف بس بنفس الوقت انا اشوف انه في تناقض بين ابراهيم النحات والماستر حسام قشور هذا اللي قاله كابتن حسام انا اتكلم شخصيا اوكي بس بدي ارد عليك باخر بطوله واللي فاتت في اسماء لاعبين واحد فيهم عنده الريكورد على الاقل 5 فوز ولعبوا مع ناس اول مره بيلعبوا اول مره بدخل الكيج فوالله انا الحكي هذا اللي هلا حكاه الكوتش اسامه انا والله ما اجى ببالي لانه برأيي إشي عادي إنه البطولة اللي فاتت أنا أسماء ما راح أحكي
في ناس عندهم الريكورد على الأقل 5 فوز ولعبوا مع ناس أول مرة بيلعبوا. الحكي هذا صار وين لقى؟ لا بكتور كابتن حسام. أنا هذا اللي حكيت كابتن حسام. أنا بس خل يعطيكم العافية. صح بالضبط دقيقة. فلا أنا اللي بدي إياه إنه الإشي واحد يكون واضح إني أنا ما أقصد إني آخذ لاعب مثلا انا اقدم منه او 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 واحكي انا بدي العب معاه، لا انا هذا شيء بعيد عني كان، بس انه اجت الامور بظروفها هذه هي بس. بس كابتن حسام ممكن اسالك سؤال؟ نعم تفضل. اذا واحد الحين عنده دكتوراه عادي يرد عيد ثانويه؟ ما هو انا هذا اللي بحكي فيه انه في بطولات اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها في ناس ابطال. بس انت كابتن حسام كبير اسمي اول مره دقيقه بس عشان كده اتفضل. مباراة انا قلت الكيك بوكس. نعم. بعد ما اتصبت انا قلت عادي مش مباراة، بس انا اصلا اي بعد ثاني يوم في شيء انت انا طالب في تحديك في الكوان، بس مشكلتك حصلت مع لجنة الكيك بوكس. بالضبط انا وياها في بيننا مشاكل. انا تحديتك قبل من شهرين قايل لك منزل بوكس من شهرين اي له علاقة مع مصدر حساب مشروع كوان الكوان مش كوان ام ام اي. لا انا البوست اللي انا شفته حكيت معك عليه دايركت واتكلمنا وتفاهمنا. انا من الناس اللي هيك بوجهك، انا مش بحط بوست ارد عليك على ليش وما احط اسم، لا واحد بيحكي شغله واحد عنده شيء بيتفق يلعبوا ماتش مع بعض. لا عمري مش حد من زمان. لا بس معلش معلش عمري معلش لو سمحت خلاص عمري ما شفت الدنيا تلعب مع بعض. خلاص انت بتحب الاسلام ولا سامع ولا ماتش؟ لا سامع انت جاي بسام بسام اخوي الاسلام بسام بسام بعد اذنك بسام سمعت بسام سمعت بسام بقول لك انه لعب معي من اول وهو متحديني. لا مو انا جيت انا وياه بقول لك تعال العب ماتش ما فيش هيك متحديني عرفت شلون؟ فهو انتم عم بتقولوا انه بعدين هاي بسام هاي مش منيحه منك بسام. في لاعب بيلعب انا مش منيحه منك فيش لاعب بس خلينا نسال بس اذا في لاعب بيلعب يعطيك العافيه سالفة منطق عشان بس دقيقة ما عليك ما الحين لاعب بيلعب معي يصير اقول له لا تلعب معي انا اعرفك اللي تعرفني واحد تكلم يا جماعه عشان بس عشان بس الموضوع يمشي عدل لازم واحد يسال اذا هني بيسال ما راح نخلص اليوم. يعطيك العافيه كمل وانا اسف بالنيابه عنهم. تفضل. انا بس اتحدث كابتن حسام وكابتن حسام قال لي اللي هم كلم استاذ جابر واتفقوا على المباراه وبعت لي الرساله بس عندي على التليفون. انت الحين ميزان ما حددتش ميزان 77 84 انت الحين تبي اي ميزان؟ شو الميزان اللي انت تبيه؟ العب مع مصدر حسام وميزان 77 77 77 بالضبط. هذا التحدي اللي تبي ميزان كم؟ 77 طبعا ما فيش ميزان. انا 84 ما فيش كاتش ويت يا شباب. ما في كاتش ويت ولا في فوق ال 80. انا ميزان 84 والبطوله دي اي حد يلعب فيها 84 انا موجود. ما فيش حد يلعب 84 غير انا. اسمع بسام اي حد عايز يلعب فوق ال 80 انا موجود. ارد هلا باسلوب اللي انت هلا رديت فيه. رد يا حسام حقك تقول باي طريقه عايز. هذا اسلوب شوف انت شوف لا انا 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 معك اكثر من مره. انت عارف علاقتي معك عرفت علي؟ بس اني اقول اجيب واحد العب معه كيفي؟ لا الحكي هذا مو منطق وما حد برضاه. ما حدا برضى. انت لاعب قديم وانا لاعب قديم وشو مكان بصير احنا في بيننا خطوط. انا عارف لازم انا عارف اسمعني انا ما بتكلمش انا عمري ما شفت التيم. انا عمري ما واحد بهذا المجال زعل مني عرفت علي؟ ف يعني على الاقل الاسلوب اللي انا اتعامل فيه تعامل معي في مالي. انا عمري ما غلطت. اسمعني انا عمري ما غلطت مع حد. الله يسعدك يا بسام. يعني الناس قاعده شباب معلش مره ثانيه انا عصبت. انا بقول لكم لو سمحت يا شباب فوق ال 80 ما حدش هيلعب. 84 انا موجود. اعيدها كمان مره 84 انا موجود. انا ما بقلبش بنام الحد. انا ما بقلبش بنام الحد. كابتن اسلام كابتن اسلام طلبه من اول ما انا شفت الامامية وهو كان بيلعب امامية. احنا الاثنين 84 وفرقوا اكتر من حد. انا تلعب مع كابتن اسلام قلت له انا عندي استعداد اطلع من الامامية كلها والعب امامية ثاني ولو ان انا العب مع اسلام. احنا اثنين اخوات اوكي بنتمرن من يوم ما بدانا مع بعض. فمعنى ان احنا نلعب احنا الاثنين مع بعض حاجه مستحيله. انما لما اسمع كلام يقول ده مش راضيين مع بعض عشان هم حاجه ثانيه ده شباب احنا الاثنين ما حد يعني مش معاك احنا عارفين الاول. اعطيك مايك والله اعطيك مايك بس خلي خلص صور اعطيك مايك. انا ابنك انا شيء انا لاعب واعرف المواضيع هذه كلها وانا عبد الله بوشهري شاهد ان انا رفضت فايت بسبب ان اللاعب مو عشان لعب معي بنادي واحد
عشان يوم من الايام انا علمته بوكس. انا رفضت اني العب. انا هقول لك على اللاعب اللي انت قلت عليه دوت، اللاعب اللي انت قلت عليه اسمعني بس ان انت اللي مش عايز تلعب معاه، مش هو بس انا خلاص انا كان عايز تلعب معاه. انا اسمي مسعود بلوشي وانا عارف اسمه هو وانا عارفه زين. انا قاعد اقول لك انا ما اخاف من احد لله الحمد، من قبل العب ولا سواء لعبت ولا ما لعبت انا اعرف انا منه. حلو. وانا انت عارف ان انا اعتبر جديد على الام، بس فوق هذا كله صعدت يا ابطال. زين انا الحمد لله ما اخفت من احد. واوزان لعبت يا اوزان ولعبت يا ابطال، منهم يعقوب الحمادي، منهم لاعبين عند كابتن احمد بصيري، ما اخفت من احد صعدت. والحين اقول لك وهذا قدامك وقدام الكباتن، انا اليوم ما اقدر اي احدد لاعب اللي انا بلعب وياه، بس اذا هو جاني حياك الله. انا كاني بوزن 60 واليوم قلت حق محمد زيكو، قلت له انا بوزن 60 وقلت حق جابر اللي يبيني ينزل على وزن 60، لان لعبت بطولتين بالوان على وزن 60. ده في حاله لما انت ما يكونش بطل الحزام او انت ما يكونش بطل الوزن، لما تكون بطل الوزن. انا لعبت قاعد في البيت، انا مثلك الحين انا خذيت الفوزه بجدارتي داخل الكيج، دشولي داخل الكيج وخذيت جدارتي صح. الهدية ما جتني لعندي، اللاعب ما انسحب وخذيت الحزام، والحزام انا ابي بذراعي. يعطيك العافية. فهذا هو حسام غشوع. حسام غشوع اول شيء مدرب كبير ولاعب كبير وثبت للعالم هو منه. وابراهيم احترامي له، لاعب مجرم ومبدع. لو مو مبدع انا بقللش من حد، وانا قاعد اقول لك انت ميزانك 84 تعب على 84 صح؟ اكيد. لك كل احترام حسام غشوع، عارف هو منه. ابراهيم النحات بلعب مع ابراهيم. ابراهيم من يلعب؟ ابراهيم النحات عارف نفسه بطل وقادر يوقف قدام الماستر حسام غشوع. هذا مصيره يوم من الايام يقعد بوكاله، فليش ما ندعمه؟ مو عشان ان حسام غشوع مدربي والله العظيم، بس ابراهيم من اللاعبين اللي يستاهل كل احترام وتقدير، لانه رجل كل فايت قدامه قال العب. هذا البطل، مو البطل اللي قاعد ببيته يقول انا. يعطيك العافيه، مشكور ما ينفع. السلام عليكم. بس اول شيء تعرف اسمك؟ اسلام طلب. والله منك، تفضل. انا سؤالك حق منو؟ GFC من قبل ما بطولات الاون تبدا. غني عن التعريف. غني عن التعريف يا كابتن اسلام. والنعم. وعلاقتي ببسام مش علاقة ام ام اي، احنا من قبل ما نبدا ندش المجال الام ام اي انا وهو واحنا اخوان وربع، ويمكن قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا. كابتن حسام انا عندي بس كلمة صغيرة ليك. انا طبعا نفس مشكلتي مع كابتن بسام، مفيش حد في الكويت راضي يلعب معايا. مفيش حد في الكويت، يمكن 11 بطولة وان، مفيش حد في الكويت راضي يلعب معايا الا لاعب عند كابتن اسماعيل رضوان، يعني يعطيه العافية اتجرب وجلع. الباقي كله يعني ينحاش، شوفني يسمع اسمي ينحاش. انا عندي بس كلمة لكابتن حسام. كابتن حسام انت والنعم فيك، ده اخ عزيز وغالي، بس انت قلت ان انت ما بتلعبش مع حد 84 غير لو انت حاسس ان مستواه قليل. لا مش هيك. ثواني بس كابتن، بعد اذنك ما قطعتكش في كلامك. انا لعبت معاك 84 صحيح. وانت قابلت الفايت بتاع 84 وانا فزتك. مظبوط. في لاعب تاني بطل 84 خليك مني انا خلاص، ماتش وماتش خلصان الموضوع. اوكي يا سيدي اقول لك من الاخر. ايه ميزان ال 84 يعني انا لعبت فيه اكثر من مره ولقيت اني يعني انا احسن بالميزان اللي قبله. ميزان ال 84 مو ميزاني انا، فيه ما بقدر اكون اللاعب اللي بالبطولات هاي عارفي مين هو حسام. ميزان ال 84 كابتن ميزاني، مفيش تنقيت لعيبه يعني ما طلعش 84 تلعب مع ابراهيم النحات، ما هذا بعدين تنزل 77 اي تلعب في زينب اللي بطل وزنك 77 ما تطلعش تلعب 84 تاني. ما بطلع قال لك ابراهيم انا متحديه على الميزان تبعنا. لا الوزن كان مكتوب انه 84 دلوقتي وزن خطا فني. لا اوكي ما تطلعش 84 تاني، انت بوزنك ليك كل احترامك وتقديرك، يا ريت ما تطلعش 84 عشان لو طلعت 84 لعبت فايت واحد من حق اي حد يتحداك وتقبل التحدي. شكرا. يعطيك العافيه تسلم. بس يعطيك العافيه. في سؤال هناك. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيكم العافيه. دلوقتي انت مسعود قلت لي ان انا العب على 62 معك. لا ما يتسمح. قلت لك قبل شويه ان انا قلت حق زيكو. اوكي بس حبيت اوضح الفكره دي لان انا ما برفضش اي حد يلعب معايا على اي ميزان. لا هاتني شوي. سالفه ان العب ويا زيكو، اول شيء اتشرف
وافتخر بنفسي ان اوقف مع زيكو والعب معه. زيكو رجل ما نادى فايت وقال لا انا ما العب، حلو، وانا بطل اذا يالي فايت راح العب. انا قبل شوي واقف يا زيكو قلت له انا بطل وزن 60، انا ما جبت اسم زيكو، معلش يا جابر معلش معلش. اي عشان نوضح، واضحه واضحه عشان نوضح شباب. ما يعطيك العافيه الحين عند اسوات مصارعة قاعد. لا لا يعطيك العافيه ابو شيري كان مخلص الموضوع هذا يا جابر. عندي بس سؤال بسيط، يعني انا الحين العب على وزن 66 اطلع 93 واطلب كابتن اسامه السعيد انه يلعب معايا عشان متحديه وهو يرضى يلعب معايا، يعني برضه بالعقل الواحد هاي ما لها علاقه باللي احنا حكيناه. كيف هو تحداك؟ نقطه ما لها علاقه بالحكي اللي احنا حكيناه. يمكن لا مش يمكن اكيد. الله اعلم. يعطيك العافيه كابتن اسامه. صح سؤال لك خاص كابتن اسامه. تفضل كابتن اسامه. انت ان شاء الله البطوله الجايه راح تلعب مع منو؟ انا العب زين نرجع لك. حسام تحداك. ها كابتن سامر. انت توك تحديت البطل. ان شاء الله. كابتن سامر يعرف مع منه. ان شاء الله بنشوف لاعب من برا الكويت وان شاء الله بلعب وارجع ثاني للجي اف سي او الوان. على اي وزن؟ وزني 93. موفق ان شاء الله. الله يسلمك. واحد واحد. باذن الله. اكيد واحد. عندنا كابتن همام، كابتن همام بدك العافيه. اي توضيح بسيط للشباب، جي اف سي اللي هي وان حاليا، اول كان اسمها جي اف سي تقريبا استمرت لجي اف سي 7 وبعدين تغيرت بقت وان، بس للناس اللي مش عارفه. يعطيكم العافيه. شلونك؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله المباراه الجايه ويا منو؟ واحده من عندنا. والله ما عندك احد نفسه؟ على اي وزن؟ 70. 70 معقولة بالكويت ما في واحد وزن 70 نفسه؟ لا وزن المجرمين، وزن السفاحين. زين دكتور ما عندك واحد وياه؟ كثير. صدق؟ ايوه. عندك قاعد يناسب؟ 70 متروس. زين نبي واحد اسد، نبي واحد خالص. لا هذا محجوز هذا محجوز غيرهم في؟ واللي حيفوز ان شاء الله حيكون ينافس اللي يفوز من مباراة السادة. منو؟ يعني السادة حيلاعب واحد. ايه. ان شاء الله المباراة الثالثة ليه؟ اذا فاز ان شاء الله بعدين يتشرف اللعب مع الكباتن اصحاب الالقاب الكبيره. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. اذا صار يعني. طبعا دكتور اسماعيل رضوان. دكتور اسماعيل رضوان احد مدربين والكل عارف الموضوع. ويا يوم ومن اكثر المدربين جهزني حق البطوله فالله يعطيه العافيه ان شاء الله. بس همام السعدي حاليا انا العب مع اي احد بالكويت وهو ما لعب. بلعب مع بابا لا تبدي من السالفه بس العب مع اي حد الا الناس اللي تدربت معي. يعني فريق اونلاين، فريق صعيدي تيم، وكابتن همام السعدي واحد من الناس اللي الحين قاعد تدرب معي، وزيكو طبعا كل عارفه، مسعود البلوشي، هذول الناس اللي تدربوا معي ما العب وياهم، اي احد ما تدرب معي العب وياه. يعطيك العافيه كابتن عبد الله. الحين رد المايك حق كابتن احمد بصيري، اخر كلمه شو تقول لنا حق الفايت الجاي ان شاء الله؟ بس يعطيكم العافيه يا جماعه واعتذر اذا فعلت بعض الامور. راح يطلع وايد كلام مني لسر المباراه بس ان شاء الله راح تصير. طبعا انا ان شاء الله الحمد لله ما عمري وقعت عقد يعني ما لعبت. بس شنو كان تاريخ؟ طبعا اذا تبي تعرف الواحد تشوف شنو هو سوى قبل ويكون عندك فكره، ما راح تتاكد لين تصير سالفه. بالنسبه لي الحمد لله فضل الله، وهم عبد الله ما ظن انه عمره وقع عقد وما لعبنا باليو اف سي. يعني المنظمات العالميه الكل يدش المباراه وهو في اصابه، ما راح نتعذر باصابات. بقول لكم انا يعني شنو ما كان ما راح نتعذر باصابات، المباراه بتصير. بس خلينا ندير بالنا على كلامنا. انا يمكن 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 الناس تتضايق اذا انا تكلمت في انستغرام. انا عندي بيتي زوجتي، بيت خالتي، بيت عمي، بعض المرات اتكلم يدزولي انت تقصد عني تقصد عني. شو اسوي؟ انا ممكن لان مخي وايد في كتب قاعد اقراها، مع اسف يعني مينون شوي بهالامور، اتكلم وايد ويمكن ما احسب حساب بعض الامور. ولكن الحمد لله المباراه صارت بيني وبين عبد الله، بيني وبين افضل لاعب بالكويت. اذا ما يعجبه لقب مجتهد، بالنسبه لي افضل لاعب بالكويت بذراعه، سواء اجتهاد ولا مو اجتهاد. وان شاء الله موجودين مثل ما انتم موجودين اليوم، يعني قطعت طلعتكم يوم الجمعه وكنتم موجودين، تكونوا ان شاء الله موجودين بيوم البطوله. يعطيك العافيه انت احمد. الحين وياي اخر كلمه حق كابتن حسام. كابتن حسام في شيء تبي تقول لنا؟ لا والله يعني اللي
اللي حكى حكى والله يعطيكم الف عافيه. بس ان شاء الله بتوقع من اخواني هون ان شاء الله فايت ممتاز ويستاهل الواحد يجي عشان يعطيك العافيه كابتن فاهم. يعطيكم العافيه شباب. وبس بوضح توضيح بسيط لكابتن بصيري، انا ابدا ما كنتش متحيز، انا تمنيت المؤتمر يمشي بنفس الشق الاخير بهدوء وكل واحد يطرح الاسئله اللي عنده، لكن ابدا انا مش متحيز، كلكم اخواني واصحابي وما فيش اي فرق للامانه. انا اشوف المؤتمر كان واتمنى الاخوان الرياضيه ثقافه التحدي. ابن بلدي في النادي انا اتمرنت معاه ما اتمرنتش معاه هي رياضه. انا واحد من الناس كنت بنام مع الراجل في نفس الغرفه في المنتخب وبنصبح الصبح نجرب مع بعض على اللي يسافر بره، والمحترف في الرياضه بيعرف الكلام ده كويس. كنا بنبقى نايمين على سرير واحد واكلين شاربين مع بعض وبنصبح الصبح نجرب على اللي يسافر بطوله افريقيا بطوله عالم في المنتخب. مفيش اي مانع ان انا العب، ان انا كان المدرب اللي كان بيدربنا في المنتخب كان بيلعب مع اخوه على اول وثاني جمهوريه، اخوه توامه. فالموضوع مفهوش غلط، مفهوش اي حاجه، بس لازم يكون عندي ثقافه التحدي. يعطيك العافيه كابتن اسامه، مشكور على قصرت. كابتن بسام لحد الحين ما قالك واحد يتحداك، بس ان شاء الله دوم لك سهل والله. بسم الله. انا مش عايز حد يزعل مني في الاول والاخر، انا ما بقللش من قيمه حد، والله انا ما بقلل من قيمه حد ولا بهين حد. ميزان 84 كله على راسي، اللاعبين كلهم سواء من اصغر واحد لاكبر واحد. انا كابتن حسام ما تزعلش مني على اي كلمه انا قلتها، وحتى عصبت شويه، احنا اخوان. بس انا بحاول الاقي لي لاعب 84، انا من حقي العب 84. يعطيك العافيه كابتن حسام. كابتن حمام كلمه. يعطيكم العافيه على الحضور. الوحش ما عندنا لاعب لو ريان كان خلاني اسولف. موجود دكتور عندك الموضوع؟ موضوع عندنا في شيء دكتور ما تلقى له احد خالص؟ موجود 70 كله موجود، بس لقيناك واحد مبروك. 84 عندك احد؟ ان شاء الله الناس. زين قامك كلمتك 84 في احد؟ كل الناس الجميله دي ان شاء الله هيلعبوا في البطوله اللي جايه. يعطيك العافيه. طبعا بس كلمه للاعب همام السعدي، يعني همام ابدا ما عليه خلاف، وانا بقول للمدرب بتاعه ما اعرفش مدربه، بقول له انت مدرب محظوظ ان انت عندك لاعب زي همام السعدي. مش بس كابتن اسامه اللي بيقول الكلام ده، شباب الدنيا الكود كلها من ساعه ما شافت همام بيلعب اول مره شافت ان اللاعب موهوب ما شاء الله عليه، لاعب جامد، لاعب ذكي، بياخد اللاعب اللي بيلعب معاه للمجال للمنطقه اللي هو عايز يلعبها. ما شاء الله عليك همام، ربنا يوفقك ان شاء الله حبيبي. يعطيك العافيه طالع. في احد يبي يقول كلمه اخيره؟ كابتن بسام. كابتن اسامه يعطيكم العافيه. كابتن عبد الله عندك كلمه اخيره؟ الله يعطيكم العافيه الحضور، مشكورين ما قصرتوا. طبعا يعني قلت لكم انا ما احب اشعللها ولا اسوي شيء، بس انا قاعد اقول الواقع اللي صار. وفي شيء قال ان كابتن القصيري لعب على شروطي، انا ما ادري شنو هي الشروط، لان ولا شرط انا طلبته، بالعكس الفحص هو اللي طلبه. وسالفه الوزن، كابتن القصيري اساسا وزنه اكثر مني، عشان بنسمع حق الناس اللي يقولوا مو نفس الوزن، لا احنا نفس الوزن، والقصيري اكثر مني بالميزان. اليوم اللي القصيري وقع فيه العقد انا صوت ميزان، صوت ميزاني ودزيت حق ناس وايد. وانا ما ابتدي متى اليوم وقعت، اول ما وقعت العقد صوت الميزان، والميزان نفس اللي كنت داز لك اياه قبل المباراه، قلت لك انا ميزاني 77 بالضبط. وصوت الميزان وعندي فيديو الميزان ومبين التاريخ اللي انا صوت فيه. ميزاني واقف على الميزان 78.1، لاني موقف ثمين اساسا، ميزاني 77. القصيري ميزانه 80 او اكثر من 80. عادي انا 78 بس معناته انه ايه يعني معناته انه اون سيزون، هذا اسمه اوف سيزون. لان انت قبل تعرف كابتن محمد علي قبل البطوله، لا قبل البطوله، لا الميزان هذا قبل بطولتك تقريبا باسبوع او اسبوعين. عبد الله ما عليه قبل الميزان باسبوع او اسبوعين، يعني انت قاعد تقول بطولة الجسم شيء ثاني. عبد الله ما قاعد اقول لك ان انت ميزانك كان كنت مطيح 77. يا جماعه ترى قاعد يضيعكم بالكلام هذا، لا لا سألوا مدربين مدربين مصارعه، هذا كلام يعني مع كامل احترامي لك عبد الله، انا قاعد اقول لك الحين انا وزني 79 والعب جلتسو 77 خلاص، وفي بطوله بعد اسبوعين بلعبها وزني 84 وانزل ام ام اي 66،
انا ما رياضه ثانيه والرسلنج رياضه ثانيه ما انا شغل بالوزن هذا اساسا قبل كم كنت تلعب اول مباراه لي لعبتها 77 بس بعدين 70 صح بعدين 70 خلاص ميزان يعني انا قاعد اقول لكم سالفه يا جماعه انت بعدين قلت 66 قلت خليه يلعب مثل انا ما بيحيت انت ايش رايك نلعب 66 تلعب لا انت الحين ميزانك 80 انت 80 انا هذا مو ميزاني يا عبد الله ما انا شغل يا جماعه انا ما راح اطول عشان اصير مؤتمر بايخ اسف جدا اني طولت بس في امور تكنيكال ما يصير تفهمونها غلط اذا الميزان اليوم احنا قبل الميزان باسبوع ننزل كيلو كيلوين ثلاث اربع انا انزل من 6 ل 7 كيلو فلما اجي اقيس بالميزان وزني خلينا نقول 70 اوكي بعد الميزان اسوي شيء اسمه ريهايدريشن اوصل المباراه وزني بدال 70 يصير 77 هذا مو معناته ان انا العب وزني 77 معناته جسمي حد ينتفخ 77 عبد الله لو سوي الويت كات اللي انا قاعد اسويه بيوصل وزنه 80 81 شلون 80 اذا قاعد تسوي الويت كات اللي احنا قاعد نسويه هذا شيء ثاني 77 فالمهم من الكلام هذا مو تكنيكال يا جماعه كلام مو تكنيكال قاعد يقول انا اللي كتب ميزاني لاعبينك اللي ما يبين ميزانهم يعني انا عارف ما لي شغل بالحكي انا قاعد اسال عن رياضه لاعبين عبد الله انا بدي تعمل لي ختاميه بقول لكم شيء طبعا في لاعب من عند كان احد بصيري دايش وقال يبو لا يبو واحد لما الناس كتبت وشيء كتب على اسمي يبو واحد وزن لا صدق ما صدق قال يبو واحد ناس اقول اسماء الحين عفوا يبو واحد ناس وزن لا تبون واحد مليون ودز ضحك عفوا يقصد بس كابتن حسام عفوا لا اخر شيء ما عليك كابتن حسام بشوع كان وزنه 84 ببطوله من البطولات فيوم من ذكر اسم كابتن حسام عفوا هذا عبد اللطيف العدواني فعبد اللطيف مو ما يفهم من الامور يفهم فقال ما يصير تجيبون لاعب وزنه اكثر من قصيري وايد مليون لا قال طبعا مو صورة كابتن حسام اللي لعبته بالمالي فهذا هذا هو يعطيك العافيه مشكورين ما قصرتوا مشكورين خبر طيب جزاكم الله خير مشكورين كفاتك